سلام البنات، وش حوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بكم في الفيديو جديد. نرحب كل مشتركاتي الاعزاء، ان شاء الله يلقاكم الفيديو هذا في احسن الاحوال. نرحب كل وحده دخلت لينا جديده وانضمت العائله تاعنا. ان شاء الله تكوني استفدتي اختي من الفيديوهات ومحتوى القناه كامل. ان شاء الله تكونوا راكم استفدتوا، راكم مديتوا معلومات، وراني والله ما نبخل خواتاتي كامل. راني الحاجة اللي نعرفها نحطها لكم، والحاجة اللي نخدمها نحطها لخواتاتي. الحاجة اللي يعني المعلومة اللي نعتها لكم راني نعتها لكم من قلبي. اليوم راح نجيب له فيديو مختلف شوية على الفيديوهات الأخرى. تبعوني البنات باش تتحفزوا وباش تزيدوا يعني تبدعوا وتزيدوا تتعلموا أكثر وأكثر. راح نهضروا اليوم على أسباب السعادة. البنات، أسباب السعادة ما تكمنش غير في المال برك. أسباب السعادة تكمن في الإنتاج، تكمن في التعلم يعني حرفة في يديكم. أسباب السعادة تكون في أول حاجة ابدوها بالتوكل على الله. هذه أول حاجة، ربي راح يفتح لكم البيبان كل. ان شاء الله البنات يعني اول ما تبدو ديروا صلاه الاستخاره، صلوا صلاه الاستخاره، ربي سبحانه راح يزيد يسهل لكم الامور كامل. اسباب السعاده ماهوش اول حاجه، لازم تكوني طموحه، لازم تكوني طموحه، عندك طموح باش توصلي، عندك طموح باش تولي، باش تولي يعني مش الهدف غير في الخياطه، يعني في اي حاجه لازم يعودك عندك طموح في الحياه تاعك باش تقدري توصلي للحاجه اللي حبيتها انت. شوفي كون ما يعودكش عندك الطموح ما تقدريش تخدمي حتى حاجه، ما تقدريش تبدعي، ما تقدريش تمدي، ما تقدريش ديري حتى حاجه من الامور تاع الدنيا. لازم تكون يعني تكوني مسطره حياتك اول حاجه كيما قلت لكم الطموح، بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى. لازم يكون عندك طموح في الحياه. في المثال عندك، احنا كما تشوفوا القناه تاعي مخصصه للخياطه، يعني عندك طموح في الخياطه، تكوني يعني حابه تنجي، حابه تخدمي حاجه مليحه. شوفوا السعاده مش غير في الاكل والشرب والمال والتحواس، لا، كاينه حوايج تاع السعاده انت اللي تخلقيه من روحك. مثلا تحبي تعودي خياطه، خياطة يعني مبدعة، خياطة كبيرة، أول حاجة لازم تعود عندك الطموح كما قلت لكم. ثاني حاجة لازم تحبي الحاجة اللي تخدميها، مش غير في الخياطة. تحبي في المثال تحبي الرسم، لازم تحبي يعني الرسم، يعني عندك هوية بصح ما تفشلي، لازم تحبي الحاجة ذيك، تحبي الخياطة، تحبي في المثال الحلويات، تحبي يعني أي مجال من المجالات تاع الحياة تحبيه. لازم كي تحبي الحاجة راح تبدعي فيها، راح تستمري فيها، خاصة الاستمرار، راح توصلي وين حابة انت. وإذا ما تحبيش حاجتك، يعني الحاجة تاع العمل هذه مش راح توصلي حتى الحاجة. كون ما تحبيش المهنة تاعك، كون ما تحبيش الطموح تاعك، ولا حبيتي الطموح تاعك، راح توصلي وراح توصلي وين حابة انت. يعني مثلا انا اعوذ بالله من كلمه، انا نحب الخياطه، جامي دخلت الخياطه، راح نحفز البنات في الفيديو هذا. جامي حبيت، جامي دخلت عند خياطه، بس نحب طموحه، يعني في حياتي طموحه، نحب نبدع، نحب ندير حاجه جديده، نحب بديتها من الصفر وحدي، بديت بالماشينه، بديت نخيط، بديت نتعلم. اول حاجه بديت الماشينه، نحط قدامي، نجبد طروفه تاع قماش قدم هكا. الامكانيات بسيطه جدا، بس حكي عود طموحه ونحب الخدمه تاعي، ونحب المهنه هذه، وصلت ونحب انا الحمد لله. وباذن الله راح نوصل بكم انتوما، وراح نوصل وين حاب انا ان شاء الله باذن الله. حب القناه ثانيتك، القناه تاعي انا كي اول ما يعني قدهن عام وعام
عندي حباباتي متواصلين معايا في الفيسبوك، غير يحاولوا فيا ديري قناة ديري قناة، نعتينا فيها ديري قناة. وكنت متردة يعني صراحة، كنت متردة، ما حبيتش نخدم، ما حبيتش نحل قناة، يعني ما كانتش في راسي باش نحل قناة ولا. ومن بعد يعني مع الوقت كاينين أخوات ربي يرزقهم إن شاء الله، يعني محتاجين المهنة دي، محتاجين يخدموا من ديارهم. قدهن واحدة يا أختي خلاها في ميزان حسناتك، عاونينا حلينا قناة نتعلموا منها نسترزقوا منها. من بعد يعني الفكرة هذه خممت فيها مليح، درستها رغم أني تعبت فيها، القناة تعبت فيها وما زلت قاعدة نتعب فيها، يعني نقص المشاهدين فيها. كما قالت لي واحدة الأخت يعني قريتها غير البارح، قالت لي يحبوا كاينين اخرين يحبوا القنوات على الرقص وما يحبوش قناة هادفة، قناة تعليمية. انا قاعدة يعني الحمد لله عندي اخواتاتي، عندي حباباتي في القناة هذه، عندي بناتي راهم قاعدين يشجعوا فيا، وباذن الله وباذن الله وبيكم انتوما راح نوصل باذن الله الحاجة اللي حبيتها أنا. وشي هو عندي طموح، نهار اللي حليت القناة طموحي أني نحل القناة ونوصل بيها يعني للقدام، نوصل بها للقدام. وبهذا كله بفضل الله وبفضلكم انتم اللي راح تعاونوني وطلعوا لي القناة تاعي يعني. والحمد لله كاينين عائلات يعني استرزقوا من القناة تاعي وتعلموا وراهم قاعدين يمارسوا في المهنة هذه. وهذا أكبر 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 كما يقولوا أكبر حاجة تحصلت عليها، أني ندي دعوة الخير من البنات، ندي دعوة مليحة لوليداتي، ندي دعوة مليحة لي أنا. هذا هو المال اللي حبات، وأنا هذا هو مالي، هذا هو كنزي أنا. وبإذن الله مش رح نبخل على خواتاتي، يعني الخياطة هذه رو بحر واسع 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 خلاها، وانا راني نعوم غير بالعقل البركة. وانتوما راكم انتوما اللي راك قاعدين بيكم انتوما قاعد يتشد عودي، وبيكم انتوما راح تكبر القناة، وبيكم انتوما بإذن الله راح نوصل وين حبانا. عاونوني البنات في القناة، وكيما قلت لكم حب طموح وحب الحاجة اللي تخدمي فيها ولا تعلمي فيها ولا حطيتها في راسك راح توصلي وين حابة انتي. هذا كيما هيك البنات راني نشجع فيكم باش تقدموا لقدام، اللي ما زلت ما خيطتش تبدا، واللي ما عندهاش ماشينة يعني الخدمة هذه تقدري تخدميها حتى باليد، تقدري تخدميها ما هيش غير بالماشينة. اخدمي كوني روحك شوي، ومن بعد اشري مشينا حتى اوكازيون يعني مشي محتم جديده، وان شاء الله توصلي بهذه تكوني درتي سعاده لنفسك. ما تخليش حتى العباد تديرها لك، تخليش العباد اللي تسطر لك حياتك. انت كوني طموحه، كوني فحله على روحك، كوني ما تقوليش اليوم نخدم غدوه نخدم بعد غدوه نخدم، هي خلي درك نخدم، انا ما عنديش مشينه، انا ما عندي شكل حاجه، انا ما عندي. ابدي من الصفر، ابدي من الصفر. واحد مولد في فمه مغرف كما يقولوا الناس بكري، مغرف تاع ذهب، يعني غير اللي راكي تشوفينا رانا قاعدين نتعب وقاعدين نكافح وقاعدين نجتهدوا باش نوصلوا وين حابين احنا. لازم تعود عندك الاجتهاد، لازم يعود عندك حب العمل، يعود عندك طموحك واسع باش تقدري تبدعي. اليوم راك تتفرجي عليا، غدوه راح تحلي قناه. حتى انا كنت كيما انتوما نشاهد هكا يوتيوب محلين قنوات ونتفرج عليهم ونقول انا ما نقدرش ندير كيما هكا، انا ما نوصلش يعني. والحمد لله بعد ثلاثة سنين وانا نكافح عليها القناه هذه، والحمد لله راني علمت منها ياسر بنات، علمت منها ياسر اخواتات ماكيثات في البيت، يعني كانوا بلا عمل بلا حتى حاجة، وتعلموا من عندي وداو ولو شوي خبرة. أنا يعني مانيش يعني مجتهدة في الخبرة ياسر، بصح المهم المعلومة اللي عندي ما بخلتكمش بها. ويعني وكان خلوا لي حتى في تعليقاتكم البنات، خلوا لي بلي يعني حاجة تكون ما تقولش أنا غير أنا نعرف، قد نكون أنا غلطة، تكون عندك أنت معلومة خير مني، يكون عندك موديل خير مني، تكون عندك يعني فكرة خير مني، خلوها لي في تعليقاتكم وبإذن الله راح نطبقها حتى أنا. وحنا
انا كل ماشيين ونتعلمه، وباذن الله نوصل وين حابين احنا. لازم تكوني فحله في دارك، لازم تكوني فحله في خدمتك، تكوني عندك طموح، تكوني مجتهده، تكوني تحبي الحاجه هذه. جامي جامي تلقي وحده ما تحبش مهنه ولا حاجه وتروح تخدمها، حتى ولو اتغصبت وتخدمت لها راح وقت يجيها وقت وتطيشها، ما عادش تقدر ترجع تخدمها. بس حب الحاجه وحب العمل تاعك وحب المهنه اللي حبتها انت، راح باذن الله راح توصلي وين حابه انت، وتحب وتوصلي وان ممكن اليوم كما قلت لكم كنتوا تشاهدوا فيا، غدوه تصبحوا انتم اصحاب قنوات وقنوات كبيره، وانتم راح تعلموا جيل اخر كما راني انا راح نعلم فيكم انتم. يعني والله البنات راني نمد لكم من قلبي، نمد لكم الحاجه اللي دايما نخدمها. هذوما البساطات راني حطتهم جدد، خدمتهم كي غير، قلت نديرهم البنات خواتاتي يشوفوهم يهزوا عليهم الموديلات، وباذن الله راح نكمل لكم الفيديوهات ومازال عندي جديد. البنات عاونوني في القناه، عاونوني باش تطلع، عاونوني باللجام، كثروا لي لجام البنات في القناه باش نوصلوا وين حابين احنا. ان شاء الله البنات نكون حفزتكم، نكون اعطيتكم ولو طاقة إيجابية صغيرة من راهي اللي عندي، وراح توصلوا. أكل عندنا، أكل عندنا مشاكل، أكل عندنا أولاد، أكل عندنا ديار، أكل عندنا مسؤوليات، بصح دايما نحب أنتم وليتم مسؤولية تاعي. دايما راني متفكرتكم، دايما راكم في بالي، دايما راني نحط دايما. شوفوا وليتوا والله العظيم غير وليتوا جزء من حياتي، وأكبر ممكن تكونوا نص، ما نقولكمش اكبر اختكش، ما نقدرش نكذب على حاجه في قلبي، تكونوا انتم اولادي في نفس المرتبه كما راني نحير على اولادي. مازلت ما طيبت لهمش على الغداء، نحير عليكم انتوما، نقول بنظركم يستنوا في فيديو جديد في القناه، نعطيكم اي فيديو، ما تقولوش الفيديو غير تعليمي برك، نعطيكم حتى فيديو كيما هذا محفز، فيديو توصلوا به البنات، ما تقولوش ما فيهش الموديل خلي نشوفوا برك ونخرجوا، لا ممكن تهزوا افكار. كاينه واحدة الاخت اتصلت بيا وقالت لي والله قاعده ندور هكا في اليوتيوب وشفت القناه تاعك بالصدفه، قلت والله غير ندخل لها ونشوف. كي دخلت قالت لي كنت نخيط وكرهت الخياطه وصايي، وقلت للزوج تاعي سيبوه ما عادش نزيد نخدم، ودخلت القناه تاعي وديت من الفيديو اللي درت لكم فيه الطاقة الإيجابية، وحاولت أني نعطيكم يعني نصائحي هكا خاصة المبتدئات باش يبدو يخدموا أرواحهم. وكي شافت الفيديو والله تحفزت وعيطت لي، قالت نقول تراه ما دريت أم ساج تهز عليا ولا ما تهزش، إن شاء الله تكون رايفة أم أمير تكون في الاستماع يعني وتكون شاهدت الفيديو هذا. وقالت لي والله من ثم راني متحمسه ومتحمسه للاخر باش نخدم. ان شاء الله نقول لها ربي يرزقك ان شاء الله، وربي يعطيك صحتك وتزيدي تكملي للامام. والبنات كما قلت لكم تحفزوا، ديروا مجهودكم، ما تقولوش غير في مجال الخياطه، وحده تحب الكاطو، وحده ما تقوليش اني ماكثه في البيت ما نخدمش وما عنديش. تشوفوا الوقت اللي وصلنا له، وقت يعني صعيب، لازم المراه والراجل يتعاونوا، لازم على هم الدنيا، لازم تكون تحب المهنه تاعها. العرايس تحبوا تخدموا حوايجكم، تحبوا تخدموا ثانيتك يعني وحده تسترزق منها، ان شاء الله توصلوا وين حبيتوا انتوما. وباذن الله باذن الله راح مش نبخل خواتاتي، وراح دايما نحط لكم نقعد ساعه ساعه هكا وندير لكم فيديو محفز تتحفزوا به باش اللي فاشله تزيد تنوض تنحي على بالها وتنوض تخدم. ان شاء الله يكون الفيديو هذا حفزكم، ان شاء الله الفيديو هذا يكون كما يقولوا اول اشاره انطلاق لكم باش توصلوا وين حابين انتوما. حبوا الحاجة تاعكم، حبوا الخدمة تاعكم، حبوا ديروا طموح، لازم يعود عندكم الطموح في الدنيا هذه، وما بقى لي نقول لكم غير في أمان الله.